مرحبا بكم في قناتي وقناتكم روك المرأة. اليوم غنقدم لكم صفوف او سلو بالطريقة ديالي اللي هي الطريقة الصحية. هنايا عندي كامل المقادير حمرتهم. من بعد هذا المقطع غادي نوريكم كيفاش غديروا الطريقة باش تحمروا بطريقة سهلة وناجحة بدون ما تحتاجوا القلي، لان معروف يعني بزاف ديال الناس كيديروا هالطريقة اللي هي كيقلوها، دي طريقة ماشي صحية. كذلك يستخدموا عفوا ليدام، كذلك ماشي طريقة صحية باش نصوبوا الصفوف، لان الصفوف راه معروف كتكون فيهم كل شيء العناصر الغذائية اللي احنا كنحتاجوها في رمضان. لذلك يعني احنا ديك العناصر خصنا نحاول نحافظوا عليها وناخدوها بطريقه صحيه بدون ما نأذوا راسنا، لان بزاف ديال الناس كيف قلت لكم كيديروا ليدان بحال الزبده، بحال كيقليو هاد المواد ما كيحمروهاش، كيقليوها في الزيت. وكذلك يستخدموا الطحين الابيض اللي هو طحين الفورس، وهذه كلها طرق خاطئه. يعني الواحد كيخسر الفلوس على هاد السفوف، يعني راه كاين اللي كتقام عليه ب500 درهم، كاين 600 درهم، كل واحد يعني كاين اللي كتقام عليه 250 درهم، كل واحد وعلى حساب داكشي اللي غادي يستخدم. يعني في الاخر الفلوس كنخسروها وكناكلوهم بواحد الطريقه سيئه اللي هي كضر راسنا. المهم كيف قلت لكم انا هاد الصفوف غادي نخدمهم بواحد الطريقه اللي هي صحيه ما فيهاش شي اضرار نهائيا، تقدروا تاكلوهم في رمضان وحتى لبقاو عندكم من بعد رمضان غتحتفظوا بهم، ما غادي يخسروا، ما غادي يجرى لهم حتى حاجه، لان كيف قلت لكم ما فيهمش الزبده وما فيهمش المواد اللي مضره او ما مخدوميش بالطريقه اللي هي غادي تضرنا. انا هنايا عندي تقريبا المقادير استخدمت كيلو كيلو بالنسبه للوز والزنجلان والطحين، وغادي نوريكم كذلك الطريقه اللي انا كنستخدمها في الطحين. عندي انا هنا كيلو ديال القمح، القمح الصلب، انا كنجيب القمح الصلب وكنحمره عاده باش كنطحنه باش كيبقى محافظ على النخاله وكل شيء ديالو كيبقى فيه. يعني ما كنحمروش هو طحين، لا كنحمرو هكا باش كيجي داك التحمر ديالو متساوي، لان الا حمرته هو طحين ممكن يتحرق، يعني كنعرفوا حنا ان الحاجه الطحين اللي كان محروق ما خصناش ناكلوه لانه من مسببات يعني بعض الامراض. كل شيء المواد هنا خاصها تحمر، فرق ما بين تحمر وفرق ما بين كي الناس اللي كيشدوها كيبقاو كيحمروا كيحمروا فات كتولي كحله، هنا راه ما بقاش فيها العناصر الغذائيه، هنا يعني كتولي مجرد مواد مضره كتدخل لينا الجسد ديالنا فقط. هنا عندي كيلو ديال القمح الصلب اللي حمرته مزيان تتحمر، يعني محمر بواحد الطريقه صحيحه باش ملي كيطحن كيعطينا داك اللون القمحي ديالو ما كيعطيناش اللون الابيض. هنا كذلك عندي كيلو ديال اللوز، استخدمت كيلو ديال اللوز حمرته حتى هويا في جهاز البانيني، غادي نوريكم من بعد هذا المقطع كيفاش تحمروا في جهاز البانيني. عندي هنا كيلو ديال الزنجلان حتى هو حمرته، اللوز قبل ما نحمروه زدت منه واحد الحفينه، والزنجلان كذلك لان كنبغيهم انا للتزيين. عندي هنايا وقيتين ديال حبه حلاوه، ممكن نتوما تستخدموا غير وقيه، انا كنبغي يعني هاد المنسمات كنبغي نزيد فيها شوي وقيتين ديال حبه حلاوه. عندي المسكه الحره يعني اللي هي الحره البري، وباش تقدروا تعرفوها البنات يعني ملي تبغوا تشروها تمضغوا منها واحد شوي، يعني ما كيبغوش تستخدموا الكوزه بزاف. عندي كذلك الصوجة، عندي رابعة ديال الصوجة حمرتها، عندي وقيتين ديال النافع البلدي حمرته، عندي رابعة ديال الإيلان حمرته. تقريبا الا راه معروف يعني كنستخدموه في منافع زوينه للعظم، يعني كيحتوي حتى هو على عناصر غذائيه مهمه. عندي هنا كيلو ديال الكاوكاو، عندي فيه رابعه ديال الكاوكاو البلدي ورابعه ديال الكاوكاو رومي. بالنسبه ليكم نتوما راهم حتى هما محمرين، كاين حتى حاجه هنا مقليه. بالنسبه ليكم الطحين ممكن تعادلوا ديروا نص كيلو ديال الشعير ونص كيلو ديال القمح. الشعير طبعا غديروا تحتاجوا الطحين ديالو، ما غاديش ديروه هو صلب لان الشعير كيكون فيه واحد النخاله اللي هي قاسحه ممكن تضر في الجهاز الهضمي، خصو يكون مطحون ومغربل ومحيده منه النخاله الغليظه. وتا هو كتحمروه، الا بغيتوا تضاعفوا الطحين ضاعفوه، يعني بغيتوا ديروا كيلو ونص 2 كيلو على حسب المقادير ديالكم. انا هاد المقادير ديالي كنستخدم فيها كيلو ديال الطحين، يعني ما كنبغيش الطحين يغلب لي على المواد اللي انا مستخدمه.
كيف قلت لكم حمرتهم كاملين باستثناء القمح والزنجلان اللي حمرتهم بطريقه مختلفه، ما درتهمش في بانيني لان الزنجلان يعني عندي كتير. انا بانيني كنستخدم فيها كل تسخينه كندير فيها رابعه، فباش نوفر عليا داك الوقت اللي غنبقى نستنى القمح درته في المقله، ولان القمح كيبغي المقله هي اللي كتصرعوا في التحمار، وكذلك بانيني اذا كان قليل ديروه في بانيني، كان كتير ديروه في المقله. والزنجلان راني انا حتى هو حمرته في الفران، يعني كنخدم في نفس الوقت باش كيكون ساعه كنسالي فيها كل شيء، ما نبقاش نتسنى حتى البوطه تخوى ونعاود نحمر نعاود نحمر. تقريبا كنخدم كل شيء الاجهزه كنحمر في مره. كذلك غادي تمشوا معايا ترافقوني، غادي نمشي لواحد المحل عند فضل الله، غادي نطحن هاد المكونات مزيان. انا كنبغي نطحنها على برا لان هما عندهم واحد مورينكس كبيره كطحن مزيان، كيولي داكشي بحال البخانيني، يعني كيولي مطحون مزيان بحال الزبده، ما كيبقاش مفرشش. وانتم ليكم الاختيار، الا كنتو بغيتوه يكون مفرشش شوي غادي تطحنوه، كاين اللي غطحنوه شوي كاين اللي غطحنوه بزاف. المهم الطريقه اللي كطحنوا بها كطحنوه على الجهد راه كتخرج الزيوت، يعني ما غادي تحتاجوا ديروا الزيت، وتا الا درتوا الزيت غديروا غير شي نص كاس ولا كاس صغير، ما غاديش يدي لكم الزيت بزاف. بالنسبه للايلان والقمح وحبه حلاوه والزنجلان والصوجه، هادو خصهم يطحنوا مزيان، ومن الاحسن كيف قلت لكم برا كيطحنوا بواحد الطريقه زوينه، كيولوا بحال البودر، ملي كتاكلوا ما كيضرسوكمش في السنان، لان الصوجه والا خصهم ضروري ضروري يطحن مزيان. ودابا غادي نمشي باش غادي نطحنهم على برا. دابا كيف كتشوفوا راني غادي نوريكم كيف تحمرون في بانيني. كيف قلت لكم انا جهاز بانيني كيهز عندي رابعه، كاين جهاز بانيني اللي كيهز قل، انا ممكن نحمر فيه رابعه برابعه، يعني عندي الرابعه ديال كاوكاو كنسد عليها. الموفر في جهاز بانيني انها كتحمر من جوج جويه في مره، يعني ما كنحتاجش انني نبقى نقلب فيها نقلب فيها، لا كنسرح ديك الرابعه كنسد عليها نبريسي عليها بانيني. من بعد كنحسب واحد 3 دقائق 3 دقائق تقريبا ونص، كنجي كنحل كنلقاه تحمرو من جويه بجوج. الا عندك ايلان و ايلان وعفوا وهذا والنافع وحبه حلاوه، هادو ما كتغفلوش عليهم، يعني راه في ثواني كيتحمروا ما تغفلوش عليهم، دغيا دغيا بانيني كتحمرهم، بالاخص الا كانت حاميه راه دغيا غادي تحمرهم ليكم، خصكم ما تغفلوش عليهم. الصوجه هي كتاخد 3 دقائق 4 دقائق هي واللوز، يعني هذا الوقت ديالهم. اما هذا الشيء اللي كيكون رقيق كيف كتشوفوا هنا، ها هو دابا تحمر تحمر كيف قلت لكم من جوج جوايه، ما نحتاجوش نبقاو نقلبوا فيه، وهذا صافي هو محمر. وانا كاوكاو ملي كتشوفوه طلعوا داك اللون الذهبي صافي كتحيدوا، لان كاوكاو الرومي راه واخا يبان لكم لونه ذهبي راه ملي كيبرد عاد باش كيعطي اللون ديال التحمر، يعني ما تبقاوش تحمروا فيه تيبان لكم داك اللون ناصح، هذاك الساعه راه كيولي راه تحرق ماشي ماشي تحمر. وهذه راه احسن البنات من انكم تحمروا بديك الطريقه تاع ندوزوه في الزيت ولا كيف كتشوفوا حيت كاوكاو. ودابا جات النوبه ديال اللوز، هو بنفس الطريقه كنديرو كنسد عليه كنخليه جوج دقائق 3 دقائق، كنجي كنحل عليه كنلقاه تحمر من بجوج ديال الجويه، يعني كندوز كلشي عناصر في بانيني وكنبقى كنحمرهم. كيف قلت لكم هاد الزنجلان وهاد الشرق كله ما خصناش نهائيا نغفلوا عليه، لان في ثواني في ثواني هاد الشرقيق كيتحمر صافي، وكنبقاو نحمروا العناصر كلها اللوز كاوكاو ايلان كلشي حتى كنكملوا بهذه الطريقه. بالنسبه للقمح هنا راه كنحمروا كنبقى كنحركوا، لان القمح كيتحتاج للتحمار مزيان باش كيطيب حتى من الداخل ديالو وما يبقاش ابيض، كنبقى كنحمروا كنحركوا مره مره. الزنجلان كذلك بنفس الطريقه ولكن درته في الفران. ودابا جيت للسوبر مارشي عند فضل الله باش نحمر باش عفوا نطحن هاد المقادير. هذه هي الاله اللي كيطحنوا فيها هاد المكونات، كيف كتشوفوا انا صوري لكم عن قرب، شكلها بحال الكوكوط وفيها داك الموس لداخل، كتكون كبيره يعني راه ممكن هذه تقريبا على ما اظن انا تهز 5 كيلو، يعني ممكن نطحن فيها داك الشيء كله في مره، غادي يطحن 5 كيلو ولا 4. هنا كيف كتشوفوا جبت معايا السطل اللي غادي ندير فيه السفوف باش ما نديروش في بلاستيكات، لان البلاستيكات غيطلق فيهم الزيت وغيضيع عليا داكشي. جبت معايا السطل ديريكت. حاجه واحده اللي نسيتها، ما جبتش معايا الكوزه،
حتى للدار وغادي نحكها. المهم هو راه تيوريك كيفاش غادي تحليك وكيفاش انت كتختاري. الا ما عرفتيش راه كيقترح عليك، يعني حتى هو مدي كيطحن فعارف النتيجه كيف كتخرج. انا هنا سولني في الاول فقلت لي انا بغيته شويه معجن، قال لي غادي نطحنه لك باش يولي بحال الزبده كيف كتشوفوا. المهم بزاف ديال البنات كيقولوا لك كنمشوا للمحلات باش نطحنوه، ما كطحنوش لينا مزيان وكيجيبوا لينا مفرشاش داك الشيء خصك توقفي عليه راسك حتى كيطحن. انا السيد سولته قلت لي غادي نمشي حتى نرجع ليه، قال لي لا خصك توقفي راسك تشوفي كيفاش غيدار الطحين وباش ما تضيعيش في المسائل ديالك، تشوفي النظافه تشوفي داك الشيء باش تكوني واخده الحاجه غادي تاكليها وانتي مرتاحه، ما غاديش تشكي ان دار لك يعني ان درت شي حاجه موسخه او لا ان تنقص لك منها ولا بزاف ديال الحوايج. وكذلك تختاري الطريقه اللي غطحني بها. هنا هو دار لي اللوز ومن بعد غادي يبدا يزدي لي شويه من الحوايج الناشفين مع شويه من الحوايج اللي مزيتين، وفي الاخر غنخلي القمح هو الاخر لان القمح بغيته انا يبقى معزول. كيف كتشوفوا الاله راه نقيه، يعني داكشي كله نقي ما كاين يعني العفن الوسخ. كذلك هو راه تيعبر ليكم ملي كتجيبوا ديك المواد اللي غادي تطحنوا كيعبرها. انا يعني القمح المفروض ما نديش ليه طحنوا، ولكن انا استأذنت منه قلت ليه واش طحن ليا القمح، قال لي صافي ماشي مشكل نتوما ممكن تطحنوا في مولكس او ممكن بغى صاحب المحل يطحن ليكم. المهم انا كنخلصوا 5 دراهم الكيلو، كيعبر لك هذاك المجموع شحال عطاك من كيلو تيتخلص، لان انا القمح كان خارج على التقضيه لان في الاصل تقديته من عنده وجبت ليه القمح طحنوا ليا حتى هو ضفت ليه 5 دراهم ديال القمح. كيف كتشوفوا الاله كيفاش كيطحنوا فيها، هي صراحه كتسهل بزاف كيف ما كتعرفوا حنا ما نقدروش نطحنوا دوك الكميات في الدار وكياخذوا لينا الوقت. هنا انا وريتكم الطرق اللي كتسهل عليكم وممكن تخدموا كل شيء في النهار، يعني كل شيء بالطحين بالخدمه بكل شيء، راه ما داش مني 4 السوايع ما بين انني جيت وطحنت، ماشي بحال الدار. يعني طريقه الخدمه اللي وريتكم انكم كتستعنوا ببانيني مع الفران، فهداك الشيء كله كتختصروا في ساعه واحده كتحمروا مهما يكون عندكم داك الشيء كتير. كذلك الطريقه اللي كنطحنوا بها في الزنقه كتسهل لينا، ان كيف كنعرفوا المولينكس واخا كطحن ما كتعطيناش النتيجه المرغوب فيها، يعني ما تقدرش تجيب لينا كله مزيت بهذيك الدرجه وما نقدروش نخلطوا فيها حاجه ناشفه مع حاجه او حاجه قاصحه. هذه هنا كطحن الكوزه كطحن كل شيء كل شيء كتردوا يعني بحال شكل الزبده، بالاخص الا خلطتي نص ناشف ونص مزيت راه غادي تعطيكم واحد النتيجه هائله. كيف قلت لكم انا قلت لي بانني بغيت نطحنه مزيان لذلك هانتوما تشوفوا. المهم انا كنت باغا نصور لكم السوبر مارشي، هذا هو السوبر الدكزوله اللي كنت صورت لكم واحد النهار عندنا في المنطقه، ولكن صراحه كاينين الناس ما قدرتش انني نصور، الدنيا عامرة بزاف. المهم هي ديك الآلة فيها التقنيات صعيبة شي شوية، يعني كتشد شوية الوقت لأن كيسدوها بواحد الطريقة وكيعاودو يرجعو يحلوها بواحد الطريقة. كيف كتشوفوا كيخرج كيف قلت لكم بحال الزبده مطحون مزيان، ولا بغيتو تطحنوه اكثر من هك طحنوه، يعني الا كنتو نتوما ما بغيتوش تستخدموا الزيوت ولا الزبده ولا هذا نهائيا راه يطحن لكم مزيان حتى كيخرج داك الشيء مطحون يعني على الجهد. المهم كيف قلت لكم انا حيت الصوت لان كاين الناس كيدخلوا السوبر مارشي وكاين صوت الماكينه، كنت بغيت نخليكم يعني باش تسمعوا الاجواء كيف دايره، يعني شفتوا كيف كيخرج البنات. هنا ما كيسهل عليكم ما تحتاجوا لا زيت لا والو، غير انا هنا راه يعني خليت هذاك خليت القمح هو الاخر، داك الشيء علاش انا غيكون عندي ناشف شي شويه غنضطر ندير نص كاس ولا كاس ديال الزيت من بعد، لكن نتوما ممكن تخلطوا من الاول، دوا لي القمح ودوا لي كلشي ويخلطوا لكم في التخليطه، يعني يقسموا لكم على تخليطه واحده باش يخرج لكم كله مزيت، كيخرج فيه صراحه واحد الزيت بحال الزبده، يعني راه كيف قلت لكم ما تحتاجوش نهائيا شيء اضافي صافي. وكي المهم كيخوي لك هنايا وما كيضيع الصراحه كيحيد لك كل شيء، كيف قلت لكم داك الشيء راه نقي ومنظم ماشي مرون. هنا اقترح عليا باش ندير الصوجه، يعني باش ما يجينيش داك الشيء ناشف، دار ليا الصوجه
ويخلط لي من معاها كل حاجه شويه، لان الصوجه كيف كتعرفوا ناشفه، الا درتها بوحدها غتنشف لي داك الخليط وغنضطر ندير الزيت بزاف. ها هو هنا دار لي الصوجه وغيدير لي معاها الزنجلان، قالك باش الزنجلان كيعطي الزيت في الصوجه، وغادي يدير لي معاها يمكن شي حاجه اخرى. وغادي يطحنهم صراحة. هاد الآلة راه كتوفر في هاد المرحلة، غدي لي كاوكاو الرومي وغدي لي داكشي اللي كان بقى من الصوجة، وهذا وغادي يطحنهم. يعني انا خداو لي وقت طويل باش طحنت، ولكن لان المحل كان عامر بزاف وانا كنت باغا نوقف على كيف قال لي نوقف على شغليتي طحن. المهم كيف كتشوفوا دابا دارت ايلان، ضروري كيخلطوا دوك المكونات باش كيندمجوا مع بعضياتهم، يعني ملي كيطلق الزيت كيطلق في داكشي اللي ناشف. وفي هذه المرحلة هنايا درت حبة حلاوة والنافع، ودارت لي معاهم المسكة الحرة. كتشوفون المسكة الحرة تاهي خديتها من عنده، لأن صراحة عنده مسكة حرة، زعفران حر، داكشي عنده زوين صافي. وكان بقى داك كاوكاو بلدي خلاته باش تضيفوا ليا معاهم ويدهنوا، وضافت ليهم هذاك الشيء اللي بقى ديال الزنجلان صافي. وغادي يبقى غير اخر حاجة عندي دابا هي القمح. كيف كتشوفوا هنايا هما طحنوا، غادي تشوفوا كيفاش غادي يخرجوا. شفتوا رغم ان كان مخلط اللي ناشف واللي داك، ولكن في الاخر ورغم المكونات اللي كانت ناشفة راه خرج بحال الزبدة، وكيبدا كيخرج داك الزيت ديالو صافي. وغنبقى كنطحن المكونات كامله حتى غنكملها، ومن بعد غادي نديها للدار باش ندير ليها القرفه والجوزه والعسل وشويه ديال الزيت، لان طبعا هادوك ما غاديش نديرهم هنا، كنت باغا نجيب معايا الجوزه كيف قلت لكم راني نسيتها صافي. غنضيف دابا المكونات اللي باقا اللي هو القمح. كيف كتشوفوا هذا هو القمح، شفتوا مني طحنته كيفاش خرج، يعني خرج بودر، طحنت مع النخالة وكل شيء وخرج في اللون هو هذاك ديال التحمر، في عكس ما كون نجيبوه طحين ونحمروه كيخرج لونه غامق لان كيتحرق. المهم هاد ملي كديري النواشف كيديروا هما هاد الغريبيل باش كيغربلوا بيه، انا ما غاديش نحتاج نغربل بيه لان كيف معروف القمح راه يعني طري ما غاديش نغربلو. المهم هذاك النواشف كيغربلوه، الا بغيتي انت تغربليه مثلا شي حاجه خفتيها تدوز لك غليظه ولا شي حاجه كديري غربال في السطل ولا في ديك الحاجه اللي دير، وهما تيكبوا لك وهو كيغربلو صافي. المهم هذا هو قلت لكم اخر حاجه اللي طحنت كان هو القمح. صافي هكا كنكون كملت بلا ديك التماره ديال الدار، لان كيف كتعرفوا مولا انا كثر صغيره ما غاديش تهز، كنجي هنا يعني في 10 دقائق كطحني المسائل ديالك، وكتشوفوا راه الاله كتشوفوا فيها نقيه هنا كيف كتشوفوا. جيت للدار دابا غادي نخلط المكونات، عندي هنا عسل تقريبا غنحتاج كاس كبير ديال العسل، ولا انا المهم ندير كاس كبير، نتوما غتشوفوا على حسب الحلاوه اللي بغيتو. هنا العسل راه عندي ديال الازهار ديال النحل ماشي العسل العادي، يعني عسل كاليتي مزيانه، وعندي شويه الزنجلان محمر غنزين به، واللوز كذلك، عندي جوج جوزات وهذاك المعلقه كبيره ديال القرفه. كيف كتشوفوا انا هنا خويته في هاد اللاطه، نتوما ممكن ديروا القصريه ولا شي حاجه، انا عندي القصريه صغيره. كيف كتشوفوا راه مزيد، انا كنت خليت هذاك هو الاخر، القمح هو الاخر، لذلك راه فيه شويه ديال النشوفيه، غنضطر كيف قلت لكم عندي كاس صغير ديال الزيت البلديه صافي. فككتو بايدي مزيان، المهم نتوما فاش تكونوا كطحنوا يطحن لكم حاولوا تخلطوا المكونات مع بعضها، ماشي ديروا كل حاجه بوحدها باش يجوا مندمجين، يسهلوا عليكم ملي تبغوا تخلطوا. درت المعلقه ديال القرفه وغادي نحك فيها ديك الجوزه وغنرجع تاني كنخلط.
باش كترجع القرفه كتندمج. كيف قلت لكم نتوما باش تسهلوا عليكم غدوا ليه الجوزه والقرفه، يعني عويدات ديال القرفه ولا قرفه مطحونه، وغادي تخلطوها مع هذاك المكونات اللي غادي يطحن لكم، باش ملي تجوا للدار غادي يبقى لكم فقط العسل. الا طحنتوا بديك الطريقه اللي قلت لكم بحال الزبده، راه غتجوا غتحتاجوا فقط العسل او السكر كلاصي باش غادي تجمعوا. الا بقى لكم شويه ناشف غديروا شويه ديال الزيت البلديه. انا هنا راه درت كاس ديال الشاي صغير، ماشي الكاس ديال العنبه، يعني راه كاس صغير صافي. وكنبقى كنخلط مزيان باش كيندمجوا، كنزيد هذاك الزيت وكنرجع نخلط مزيان. هالطريقه اللي قلت لكم، اللي كيبغي السفوف ديالو يجو بحال شكل الزكمونه، يعني كيتجمعوا رطبين وكيتجمعوا. اما اللي كيبغي ناشف راه طبيعي غادي يحاول ملي غادي يكون يطحن يخلي داك الشيء ناشف، ما يطحنوش حتى كيتزيد، وما غيضطرش يدير الزبده ولا الزيت الا بغاه ناشف. كيف كتشوفوا هنا انا غادي ندير واحد الكاس كبير ديال العسل. انا صراحه ما بغيتوش يكون حلو بزاف لان الدراري صغار ما بيتش الحلاوه بزاف. والعسل كيف قلت لكم كاليتي مزيانه، ماشي شي كاليتي يعني اللي خايبه. صافي وكنخليه يندمج. نتوما كيف قلت لكم لكم اختيار، الا بغيتوا تزيدوا العسل تزيدوه. غندير هذاك الزنجلان في اخر مرحله، حتى كندير العسل وكندير الزيت كندير. وهنا في الاخير من بعد درت الزنجلان صافي جمعته بايدي مزيان وشكلته على الطريقه، قدمته بهذه الطريقه التقليديه اللي هي كنقدموا فيها في العادي، يعني الطريقه اللي كنحطوا في الطويجنات او في الطبيصلات. كاينه الطريقه اللي بغيتوا تبدلوا، يعني طريقه البريستيج ولا طريقه يعني شي نهار مميز شي عراضه مميزه، ما بغيتوش تحطوا بالروتين التقليدي، ممكن تحطوا بهذه الطرق في الطبيصلات وكتزينوه باللوز. وكنتمنى انه يعجبكم، ولا عجبتكم هذه الوصفه ديال السفوف ما تنساوش تشتركوا في قناتي وتخلوا لي التعليق الزوينه اللي كتعجبني وتفعلوا الجرس، وكذلك شجعوني ودعموني، والى اللقاء في فيديو قادم.